راديو نيل. يا مساء الفل والسعادة عليكم على كل اللي منورنا في برنامجكم في بيتها، وانا معاكم اسماء مصطفى. تعالوا بقى اقول لكم حكاية حلقتنا النهاردة بتاعت باب النجار مخلع. تعرفين زمان بيقولك ان المثل ده جه كان في نجار شاطر قوي 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 قوي، وكانت كل الناس بتحبه، كان بيعمل احلى حاجة واحلى شغل. المهم النجار ده بعد سنين طويلة جدا قرر ان هو يسيب الورشة ويقعد في البيت، ومراته كانت عايزة بقى يستريح ويقضوا اللي فاضلين من عمرهم مع بعض. راح لصاحب الورشة اللي كان بيشتغل معاه وقال له بص انا خلاص تعبت وقررت ان انا ابطل شغل. صاحب الورشة قال له بص انا موافق، بس بشرط انك توضب معايا الشقة دي الاول كلها، وبعد كده سيب الشغل زي ما انت عايز وروح بيتك ارتاح. النجار سمع الكلام وابتدى يشتغل في الشقة اللي صاحب الورشة اللي اشتغل معاه سنين جابها، وابتدى يوضب فيها واحدة واحدة، بس كان بيعمل فيها اوحش حاجة. جي بقى لحد باب البيت وسابه ما قولكوش. المهم الراجل قال له خلاص الشقة دي كانت هدية مني، او البيت ده هدية مني على سنين شغلك اللي انت اشتغلتها معايا العمر ده كله، وخلاص يلا روح اتمتع بيها. طبعا النجار كان راجل محبوب جدا وكل اهل البلد كانوا بيحبوه، ولما قعد من الشغل وبطل شغل قرروا ان هم يروحوا يزوروه، وكل ما يروحوا البيت يبصوا كده على البيت وهم خارجين، ويبصوا على باب البيت ويلاقوا باب البيت اوحش حاجة ومخلع. ومن هنا طلع المثل اللي بيقول باب النجار مخلع. انتوا كمان قولوا لي بتتفقوا ولا بتقتنعوا مع المثل ده ولا لا؟ شايفين فعلا باب النجار مخلع، وان الناس اللي بتشتغل مهنه اي ما كانت ما بيعرفوش يستفيدوا منها في بيوتهم، ولا مش متفقين مع المثل ده قوي؟ في بيتها مع اسماء مصطفى الاثنين والاربع من 12 لواحدة الظهر على نغم FM.